مشايخ اليوم عم نلاحظ عليهم اللي بدرس بتلاحظ بيدخلوا في الدين من الافكار ما ليس منه، وبتجد ناس كن قال لك الشيخ الفلاني قال، وهذه خطيرة. فصارت الخطورة على قضيتين، خطورة على الفكرة من الدخلاء الوليجة هدول اللي بيدخلوهم علينا وبتزيوا بزينا وهم مش مؤمنين اصلا، ويستطيع اي انسان ان يكتشف عدم ايمانهم بس يسمع لهم ربع ساعة 10 دقائق بيدرك تماما. في فرق بين المجتهد، انت بتعرف المجتهد واللي وجهة نظره قائمة على دليل حتى لو ضعيف بتلاحظ عليه انه لا مسلم وضمن الاجتهاد وضمن كذا بخفاش. اما الوليجة ايش بكون؟ الوليجة بتلاحظه من اولها، وصرته اليوم بتشوفه في الاعلام، صاروا يجيبوا الوليجة هذا ويقعدوه مفكر اسلامي وكذا الاخيره.